بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم رئيس مؤسسة مبدع السيد فاضل سيد الشاهد البوشيخي، السادة العمداء، أصحاب الفضيلة العلماء والأساتذة، ضيوفنا الكرام، حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أحضر هذا المؤتمر أو هذه الندوة الرفيعة التي يدار موضوعها حول القرآن الكريم وحول المصطلح القرآني وعلاقته بمختلف العلوم. وإني لا أود في البداية أن أهنئ السادة والسيدات المشرفين على هذه الجمعية وعلى هذه المؤسسة وعلى ما ينهضون به للتوعية بالقرآن وأهميته والحاجة إلى تدبره، لأن الأمة اليوم في حاجة إلى أن تتدبر قرآنها، ليس فقط أن تحفظه وتردده وتجوده، ولكن أن تتدبره. ولهذا فالتهنئة كبيرة للإخوة الأفاضل الذين ينهضون على هذه المؤسسة. قد يتساءل البعض عن أهمية هذا الموضوع. ما زلنا طوال 14 قرنا نبحث في موضوع القرآن، ونحن الآن وفي هذا العصر نثير قضية المصطلح وعلاقته بمختلف العلوم. لماذا؟ نحن نعرف جميعا أن القرآن كتاب جامع بأحكامه وشرائعه وقيمه وبعلومه الكونية وبعلومه العقلية الدقيقة وبما فيه من قصص وبما فيه من أخبار الأمم السابقة واللاحقة. ولكن كذلك بإعجازه البياني وبما يحتاج إلى فهمه حتى يتدبره الناس. ولهذا لا نستغرب إذا وجدنا أن علماء الأمة طوال هذه القرون وهم ينكبون على القرآن الكريم، يفسرونه ويشرحونه ويتتبعون علومه، يحاولون فك غوامضه، يحاولون تقريبه للأمة، ويحاولون كذلك ملائمته أو ملائمة واقعهم وعصرهم مع جاء به القرآن، حتى تكون هذه الأمة هي خير أمة بالفعل. ولهذا نحن لا نستغرب أن تنهض مؤسسة مبدع بمثل هذه الندوة. القصد هو أن تضع أو تجعل الناس وتجعل المهتمين وتجعل القراء والطلبة والأساتذة وجميع أفراد الأمة يلتفتون إلى أهمية القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم وكما قيل منذ القديم هو مفتاح العلوم، أي مفتاح النهوض ومفتاح النهضة ومفتاح الرقي ومفتاح التقدم. والأسف أن الأمة غفلت عن هذا، ولكن في مثل هذه اللقاءات تبعث الأرواح وتبعث النفوس وتتقوى بتبادل الرأي والاستماع إلى ما يقوله العلماء والمفكرون والذين ينبغي أن
تكون لهم الكلمة وأن يصغى إليه. ولهذا في مثل هذه الندوة وهذه الموضوعات المتنوعة التي قد يقبل عليها المهتمون بالآداب والفنون وبالطب وبالتقنيات وبالسياسة وغيرها، في مثل هذه الندوة ترجى أو يرجى كثير من الخير. وليس اليوم فقط الذي سنهض به هذه المؤسسة، نحن استمعنا إلى اللقاءات السابقة وما تبدو له المؤسسة من جهود في هذا السياق، لأننا نحن اليوم كما قلنا في حاجة إلى أن نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ العلماء أصحاب الرسالة هم أول من ينبغي أن ينفضوا عنهم غبار الخمول والتهميش وأن ينهضوا بالرسالة. الأمة في حاجة إلى من يقوم بهذه الرسالة. الأمة كالعجين في يد من يصنع منه ما يشاء، والعلماء هم الذين يمكن أن يكيفوا الأرواح ويعيدوا الناس إلى الطريق وإلى آخره مما نعرفه ونحس به نحن جميعاً. نحن نحتك بالطلبة في الجامعة ونحتك بالمسؤولين ونحتك بالأساتذة وبالأطباء وبكل التخصصات، ونشعر أن هناك فراغاً، هناك فراغ روحي وفراغ فكري فيما يتصل بالدين وبالإسلام وبالقرآن. من هنا كان تدبر هذه القضايا المختلفة التي جاءت في الندوة والتي تسطرها الندوة، والأمل كبير، إن الحمد لله هذا كله يبعث الأمل في النفوس. قال الأمة بخير ما دام فيها القرآن الكريم وما دام فيها رجال ونساء يقومون ويقمن بإيصال القرآن وعلومه وما ينبغي أن يفهم من القرآن. وإني أهنئ الإخوة القائمين على هذه المؤسسة وعلى الصديق العزيز الأستاذ شاهد البوشيخي على النهوض بهذه الرسالة. هذا في صميم الرسالة التي ما أحوجنا إلى أن ننهض بها جميعا. أهنئه وأتمنى لهذه الندوة أن تؤتي أكلها كما كان في السابق وكما نتطلع إلى ما هو أعلى إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.